الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة وعدد من المسؤولين، حيث اطلع الرئيس السيسي على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني. وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط صندوق تحيا مصر السيادي خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعا وقيمة حوالي 37 مليار جنيه. كما تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع الجهود لجذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي أكد أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بالرخصة الذهبية، وأنه هناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويا أو إلكترونيا. أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم جوي، ووجه رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرجي بوكو سكان العاصمة بالبقاء في الملاجئ معلنا حالة التأهب في كييف. من جانبه حذر حاكم منطقة كييف من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرق أوكرانيا. قال مدير عام شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية فلاديمير كوردستي إن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأضاف أن مستويات الضرر غير مسبوقة بسبب تعرض جزء كبير من المنشآت والمواقع للتدمير والتلف، مؤكدا أن الأمر سيستغرق شهورا إن لم يكن سنوات لاستعادة عمل شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل، لافتا إلى تسجيل أضرار كبيرة في مرافق الطاقة ولا سيما في مقاطعتي نيكولايف وخاركيف وخيرسون. تعهد الرئيس البرازيلي الجديد لولا دي سيلفا بالقضاء على الجوع في البرازيل وإعادة بناء البلاد. وقال لولا دي سيلفا في خطاب ألقاه أمام الكونغرس بعد توليه الرئاسة إن تزايد الفقر والجوع هما أخطر أعراض الدمار الذي أصاب البرازيل في السنوات الأخيرة. في الوقت نفسه أكد دي سيلفا أن البرازيل لا تحتاج إلى إزالة الغابات وخصوصا في منطقة الأمازون لدعم زراعتها. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.